اول ما جه حميد الشاعري الاسم الكبير والنجم الكبير بسلم عليه وبعدين قلت له تشرب قهوه؟ قال لي لا انا ما بشربش ولا قهوه ولا شاي ولا سجاير الحمد لله. قلت لي ان انت من سنين ابتديت نظام صحي او يعني ما بتعكش في النظام الغذائي بتاعك. لا خالص, هي وجبه واحده في اليوم مبنيه على البروتين لو كارب يعني كان زي يعني اللي هو النشويات قليله جدا عشان تحافظي بقى ربنا يعني. بس بتفطر فطار بمقدار؟ لا انا افطاري بقى لي من سنه 90 هو بالظبط, وصدقيني صحيه جدا جدا جدا. تمرايه, تمره واحده, كوبايه ميه سخنه فيها معلقه زيت زيتون, معلقه زيت حبه البركه, معلقه عسل, وهابي بيرث داي بقى. يعني مثلا مره شفنا لك صوره ماشي بالبيجامه في الشارع, في ربع ضارب عندي في الحته, يعني عارف مش عاقل قوي برضو زي ما الناس ممكن تتخيل, راجل بيصحى الصبح وينام بدري و ده الصبح بنفطر وشايب ماسك شاي بلبن ده في الشارع مش في البيت. بيجامه دي البيجامه دي ازاي تخرج الشارع كده؟ كنا عاملين يوم بيجامه دي كل اصحابنا وفي الرحاب وكده نلبس ودكاتره يروح العيال بالبيجامه. ايوه شغاله انا في مطعم هنا. انت كنت بتشتري حاجه ولا ايه؟ انت في السوبر ماركت وايه الاحراج كان عامل ازاي؟ ولا ما احنا هو القرار ايه ان احنا جماعه بكره عن حياتنا كلها بالبيجامه, لا يروح شغل بالبيجامه, هتروح تخش مطعم حياتنا بالبيجامه, وشبشب بزنوبه وبيجامه كاستوره, خدت بالك ولا على اصولها يعني مش هي دي وبنقضي يوم جميل جدا. طب يعني انت اكيد كنت مثلا بتطلب جبنه رومي؟ انا جبنه رومي, انا كنت بطلب اللي بيقطع لك بقى الجبنه الرومي كانت نظرته ليك عامله ازاي؟ لا ما هو في الاول بصي اول ده سوبر ماركت كبير جدا على فكره, كنت انا وفايز عزيز واحمد عوض المطرب الجديد ومجموعه شعراء كده, ودخلنا اول حاجه قدام بيتي على طول دخلنا, فطبعا الناس قاعده تبص كده ايه ده حميد ده ولا هو بيجامه دي في العالم كله عارف ولا يعني مش كل الناس بتعمل ده في العالم كله. ايوه هو في ناس في العالم بتعمله انما مش كل الدنيا بتعمله. لا هو يعني انا فاكر وانا صغير كانت البيجامه دي والوقفه حاجه مقدسه عندي, الوقفه بتاعت العيد مش عارف الجديد ده يعرفه ما يعرفهاش, دي التريننج دلوقتي كله.